الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحبتي الكرام، بشريات البشريات إليكم ترد بشكل سريع جدا. نذكركم بتاريخ اليوم، اليوم هو يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، الساعة الآن 9:44 مساء. هذه البشرى من المعارك الدائرة في قطاع غزة. يقسمون أهل القسم بأن عدد كبير جدا من الجنود تم قتلهم هذا اليوم منذ صباح ومنذ فجر هذا اليوم، ولحتى هذه اللحظة عشرات القتلى من جنود الاحتلال تم قتلهم داخل الأماكن التي تحصنوا بها، أي المنازل والأماكن طبعا التعليمية وغيرها، وكذلك في داخل آلياتهم العسكرية. يقسمون لكم بعدد القتلى الجنود في هذا اليوم يتجاوز 70 جندي، يعني اليوم لوحده أكثر من 70 جندي تم قتلهم هذا اليوم. الله أكبر. فلتثلج صدوركم يا أهل غزة بهذه البشريات. نعلم جيدا قوة ما يتم يعني سقوطه عليكم من القذائف الحربية العنقودية، يعني كل أنواع الصواريخ الآن تجر في قطاع غزة، إلا أن رجالكم في الميدان يسطرون أروع ملاحم العز والفخر والكبرياء والشرف بأمر الله عز وجل. هنيئا لكم يا أهل غزة، هنيئا عليكم. هذه البطولات التي تسطر التاريخ، هذه البشريات وهذه البطولات تكتب في التاريخ من أول وجديد، من أول وجديد. الآن نحن نكتب التاريخ، هذا التاريخ تكتبوه أنتم بدماء شبابكم، بدماء نسائكم، بدماء أطفالكم. أنتم يا أهل غزة، يا أسود بيت المقدس، يا أسود فلسطين، يا أسود العالم، يا أسود كل شرفاء الأمة وحرائرها، اليوم تسطرون بدماءكم هذه التضحيات، تكتبون التاريخ، تكتبون المجلدات، حتى يقرأ كل من سيأتي بعدكم بأن فقط هنا غزة. حفظنا وحفظكم الله وسدد رمي المجاهدين بأمر الله. الساعات القليلة القادمة سنأتي إليكم بالأخبار ما تثلج لكم الصدور.